راح تكون فيها. طيب انا شايفه بوكي ورد عندك. البوكيه الورد هذا قصة، يعني هذا قصته قصة، هذا قصة كنت وعلى الطاولة كنت مخليته لآخر الفقرة. لا والله مشاوقني، أنا وايد شاوقتني أشياء أنا اليوم. كنت مخليته لآخر الفقرة، ولكن أنا جبت البوكيه الورد هذا علشان أهديه لكل خادمة. حلو، يستاهلون العاملات عندنا في المنزل، لأنه هم السند لربة المنزل في البيت، فبالتالي صح. هي ايدينها اليمين مثل ما يقولون، اللي دائما تسعفها وتعاونها في بيتها، ما علي في بنات في عيال في يعاونون، لكن صح صح تظل هي الايدين اليمين حق ربة البيت اللي تعاونها وتطيعها، فبالتالي تقدمها بوكي ورد. انا اهدي هذه باقه الورد لكل خادم وخادمه موجوده في البيت، وتمنيت حقيقة، لأني وأنا في مكاني أن يكون 5/3/2017 بداية، مثل ما في يوم الطفل، مثل ما في يوم المعلم، مثل ما في يوم ويوم ويوم، أتمنى يكون هناك لخادمتي أخيتي، أن كل يوم من هاليوم هذا 5/3/2017 يكون في يوم للخادمة. صحيح. اخذي عيالش. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاكم روشتة وصفة وايد حلوة، تهاد وتحاب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هالكلمة واثق فيها. بلا شك. اخذي عيالش، روح اشتروا وردة اليوم للخادمة، يستاهلون، واشتروا لها هدية، وهديها، ترى الساري بدينار ونص، وترى الهدايا رخيصة في السوق، بغض النظر عن دكتورة أمل رخيص، هم يستاهلون الغالي، لأنهم يستاهلون الغالي أفراد الأسرة. نعم. فبالتالي نعاملهم معاملة الأخوة معانا، وأنا واثقة كل الثقة أن اللي قاعد يتابعنا عبر شاشة التلفزة بالكويت، خلنا نقول على مجتمعنا هذا، أنه يتعاملون معاهم بكل لطف وبكل عطاء وسخاء، أنهم قبل كل شيء. فنتمنى إن شاء الله تأخذون بكلام الدكتور أمل الأنصاري وتقدموا لهم كل ما هو جميل وراءه كاكاوة تعطيكم سعادة. عبد الرضا، كنا عندك شيء، خل نروح حق عبد الرضا.